نبدأ احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، مرحبا بكم سيادة الرئيس في هذه المناسبة المضيئة التي تفيض بمشاعر وطنية لتشهد تخريج فتية أشداء تجيش صدورهم بمشاعر الولاء للوطن والفداء لأمنه واستقراره. فما أشبه اليوم بالبارحة، فبالأمس القريب كنا هنا بأرض العروض بأكاديمية الشرطة لاستقبال صفوة من شباب مصر وسط جموع الآباء والأمهات الذين استأمنوا الوطن على فلذات أكبادهم، جموع تزهو بالفخر والعزة للالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني العريق لدعم أمن مصر بلبنة يشتد بها بنيانه. واليوم وفي الأرض ذاتها يتجدد الموعد بفرحة طال انتظارها وصبر طالت لياليه، وتقديراً وعرفاناً لزعيم شارك أبناءهم يوم تخرجهم وانضمامهم جنداً لحماية أمن مصر. وإننا إذ نشكر لسيادتكم تشريفكم اليوم، فإننا نجدد العهد بأن تظل أكاديمية الشرطة دوماً منشأً لحماة أمن مصر، شباب واعد يسير على خطى أسلاف عظام لم يتوانوا عن تقديم عطاء موصول لتبقى راية الأمن شامخة على مر العصور. فأهلا ومرحبا بك سيادة الرئيس بين أبنائك الخريجين. الحفل الكريم، يأتي حفلنا اليوم في خضم مكتسبات وإنجازات حققتها أكاديمية الشرطة، مكتسبات لم تكن لتتحقق إلا من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية، وإنجازات حققها السعي الدؤوب لمواكبة ركب التقدم العلمي والتدريبي والتقني لتخريج ضباط على أعلى درجة من التميز لحماية الوطن ومقدساته. الحضور الكريم، استكمالاً لمسيرة الأكاديمية في تحديث وتطوير برامجها بهدف الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة، والتي كان آخرها إنشاء مجمع التدريب التكتيكي بالكلية العام الماضي، فقد شهد هذا العام إنجازاً جديداً تجلى في افتتاح مجمع ميادين التدريب الفني الأمني الذي تم تضمينه العديد من الميادين المستحدثة بهدف تحقيق الربط بين الجوانب الشرطية النظرية والجوانب العملية والتطبيقية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية المهارات الفنية والقدرات الشخصية لدى طلبة الكلية قبل تخرجهم لتولي المهام المنوطة بهم وأدائها بمهارة وإتقان. واتساقاً مع اتخذته وزارة الداخلية من خطوات لتعزيز دور العنصر النسائي في دعم منظومة الأمن جنباً إلى جنب مع أقرانهم من رجال الشرطة، فقد قامت الأكاديمية بوضع خطة تدريبية مستحدثة للطالبات الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية لإعدادهن للعمل في بعض المجالات الشرطية التي تتطلب طبيعة العمل بها إعداداً خاصاً، حيث تم إلحاقهن ببرامج للتدريب على آليات فحص وكشف عمليات التزوير وثائق السفر والمستندات، وكذا مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المعنية. يضاف إلى ما سبق إعداد وتأهيل عدد من طالبات الكلية على أعمال حراسة وتأمين المؤتمرات والشخصيات الهامة بعد أن تم إخضاعهن لعدد من الاختبارات والقياسات المتقدمة، وقد أثمر ذلك تكوين أطقم متخصصة على أهبة الاستعداد للدفع بهن للعمل في هذا المجال. وعلى صعيد تطوير العملية التعليمية لطلبة كلية الشرطة والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم عمليات التعاون والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية والتعليمية من خلال إبرام البروتوكولات ومذكرات التفاهم الهادفة نحو تعزيز قدراتها على أداء الدور المنوط بها، والتي يزيد عددها على 30 بروتوكولاً ومذكرة تفاهم،
وآخرها إبرام بروتوكول تعاون علمي مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح طلبة وطالبات الكلية شهادة أساسيات التحول الرقمي التزاماً بتوجهات الدولة المصرية الحديثة الرامية نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي. الجمع الكريم، على النهج ذاته تمضي مسيرة التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية توحيداً للمفاهيم التدريبية واستجابة لمتطلبات التحديات الأمنية الراهنة. ولعل مشاركة طلبة الكلية الحربية اليوم في حفل تخريج زملائهم من طلبة كلية الشرطة يحمل في ثناياه قدراً من روابط الصداقة والوفاء ونبل القصد وتأكيد الولاء كتفاً بكتف لصون الأمن وتحقيق النماء. حفلنا الكريم اليوم تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها، حيث يتم تخريج 1203 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات بنسبة نجاح بلغت 98.93%، وتخريج عدد 1274 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون خلال فترة دراستهم بالكلية، وكذا تخريج عدد 145 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين، جميعهن حصلن على درجة الماجستير خلال فترة دراستهن بالكلية بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذا تخريج عدد 409 طالب وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 99.75%، وقد حصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث، كما يتخرج اليوم عدد 19 طالبا من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي أوغندا، بوروندي، تشاد، جنوب السودان، جيبوتي، الكاميرون، في إطار المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنوياً بنظام العامين الدراسيين. يضاف إلى ما سبق تخريج 123 ضابطاً ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا، منهم 15 ضابطاً وافداً من الدول العربية الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 80.4%. كما قام مركز بحوث الشرطة والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب 734 متدرباً يمثلون 42 دولة إفريقية خلال هذا العام، فضلاً عن 145 متدرباً من دول الكومنولث، وذلك في إطار بروتوكولي التعاون المبرمين بين المركزين والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. كما قامت كلية التدريب والتنمية بتدريب عدد 3409 ضابط من مختلف الرتب بالوزارة في جميع تخصصات العمل الأمني. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في مجال تأمين المنشآت الحيوية والحراسة والسياحية والأسرية والمشاركة في ضبط قضايا المخدرات وأعمال الكشف عن المفرقعات وكذا أعمال الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض تنسيقاً والقطاعات المعنية بالوزارة. الحفل الكريم في هذه المناسبة الكريمة لا يفوتني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين وجميع العاملين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة أبناء الخريجين. ستظل هذه اللحظات عالقة في أذهانكم ما حييتم في وسط حفل جلل وحضور مهيب، وأنتم في ختام مرحلة من أهم مراحل حياتكم. كانت الأكاديمية صرحاً لأحداثها شاهدة على تدريب شاق وتعليم متطور وقيم نبيلة تفانت في غرسها في نفوذ شباب جسور آمنوا بشرف الرسالة ونهضوا لحمل الأمانة. فاعلموا أيها الأبناء أنكم ستقسمون بعد قليل أمام الله والناس، وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم، بأن تحافظوا على النظام الجمهوري وأن تحترموا الدستور والقانون وأن ترعوا مصالح الوطن، فكونوا في نصرة المظلومين وهدئوا روع المكروبين وارضعوا شرور الآثمين ولا ترهبوا عنف المبطلين ولا تخشوا سطوة الخارجين على القانون. واعلموا أن الأمن والاستقرار هو أساس بقاء الدول، فاخلصوا في حمل رسالتكم النبيلة وحافظوا على مقدرات ومكتسبات دولتكم، فإن الدول إن ذهبت لا تعود. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء. سيادة الرئيس، ختاما لا يسعنا
إلا أن أتوجه لسيادتكم بأسمى معاني الإجلال والتقدير لتشريفكم الحفل الكريم، حفلنا بتخرج نخبة وطنية واعدة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.